تعالوا كده مع بعض نتكلم على شيء جديد اسمه ايه؟ الريكتانجل. ده دايما نفتكره بايه؟ حلو، بالورقه، بالكشكول، بالكتاب. تمام، بص بقى معايا، يا ترى اللونج ده نقول عليه ايه؟ لينث. طب يا ترى انا عندي كام لينث؟ يبقى دي 1 2. طب والراجل الشورت ده نقول عليه ايه؟ ويث. يا ترى انا عندي كام ويث؟ 1 2. يبقى انا لما اسالك عاوز البارامتر، بص كده اهو يا مستر هرسمه قدامك، ادي اللينث ونقول عليه دبليو، وادي الويدث ونقول عليه سوري ال، وهنا دبليو. يبقى انا عندي كام ال؟ 2. كام ويدث؟ 2. لما اقول لك بارامتر، مش انت علمتني بشتغل اوت بوردر؟ يعني اخد اللينث بتاع ده وده وده وده، فانا اقدر اقول لك 2 ال بلس 2 ايه؟ ادي ناس تكتب كده. طب يا مستر انا مش عايز اكتب كده، في رول تانيه؟ اه، قال لي اخد الويتس اعمله بلس الليمز، والانسر اللي بعد البلس اعمل لها تايم 2. طب في ناس تعمل حاجه تانيه؟ اه، بدل 2 ال ال بلس ال، بدل ما يكتب 2 دبليو دبليو بلس دبليو. يبقى انا لما اقول لك كلمه شكرا وعاوز تقول له ايه؟ 2 ال بلس 2 دبليو. شكرا. طب مش عايز اكتب ده كده، هقول له اعمل ايه؟ دبليو بلس ال، يعني الويتس اعمل له بلس اللينث، وبعد ما اعمل بلس اعمل تايمز 2. تعالى بقى نشوف الراجل ده بيقول لك اللينث 6، يعني ده 6 وده كمان، والويتس 3، يبقى ده 3 وده 3. تعالى نشتغل، يبقى انا هاخد الويتس 3 واعملها بلس 6، وبعدين هعمل تايمز 2. تعالى نشوف مع بعض، تعالوا نقول تاني، يبقى دي كان 2 ال بلس 2 دبليو، دبليو بلس ال تايمز 2. بتبص هو مديك اللينث بكام؟ 6، والويتس بكام؟ 3. يبقى هنيجي نقول ايه؟ 3 بلس 6 وبعدين تايمز 2. يلا 3 بلس 6 ايكوال كام؟ 9 تايمز 2. 9 تايمز 2 يعني 9 بلس 9، ده لو انت نسيت مش كده؟ ايكوال 18. هي دي الانسر يا مستر اللي انت تكتبها، وبتبقى سنتيمتر. يا ريت ناخد بالنا من الروم، مش ممكن اقول لك بس البارامتر اوف ريكتانجل ايكوال، جزء مهم انك تبقى عارف الكلام ده. ادي اول حاجه تخص البارامتر. طب حبايبي تعالوا كده نشوف، برضه بيتكلم عن السكوير، بس المره دي مديني الايه؟ الاريا. في الفيديو اللي فات كنت عاوز الاريا، المره دي انا مدي لك الايه؟ يبقى هقول بقى ونتعلم مع بعض. لو انا مديك الاريا تقول لي استنى، مش احنا اتعلمنا الاريا عباره عن ايه؟ حلو، بص بقى معايا، لو انا قلت لك الاريا 16، مين السايدز؟ يعني مين تو نمبرز؟ عاوز تو نمبرز يكونوا سيم زي بعض، اعمل لهم تايمز يدوني 16. اسمعني يا مستر، بص حبيبي، ابدا من اول ال 2، 2 تايمز 2 4، لا 3 تايمز 3 9، لا 4 تايمز 4 16. شكرا يا مستر، يبقى اتش سايد ب 4. تعالوا كده بقى نتدرب على تيبل جميل، نشوف الراجل ده لو اداني السايد وعايز الاريا. اسمع حبيبي، احنا قلنا لو اديتك السايد 2 الاريا هتقول ايه؟ سايد تايم سايد، يعني 2 تايمز 2 ايكوال 4. انا بقى لو قلت لك الاريا ب 4 وعاوز السايد، تقول لنفسك هدور على 2 نمبرز اعمل لهم تايمز ويكونوا ايكوال، يعني سيم يعني زي بعض، فيدوني 4. طب انا مش فاهم يا مستر، لو انا قلت لك الاريا بكام؟ هنعمل ايه؟ هندور على تو نمبرز يكونوا سيميلر زي بعض،
اعمل لهم تايمز يدوني 9 تفتكر مين؟ 3. طب معلش لسه مش واخدين بالنا يا مستر، لو اديتك الاريا 16 عايز مين؟ ادور على تو نمبرز اعمل لهم تايمز بس التو نمبرز يكونوا زي بعض. اكسلنت 4. ما نتسرعش يلا نلعب تاني. لو قلت لك الاريا بكام؟ مديني الاريا وعاوز ايه؟ السايت. اتعود بس ما تتسرعش. يبقى عايزين تو نمبرز يكونوا سيميلر اعمل لهم تايمز. ها 5. فهمتوا حاجه؟ طب نلعب تاني. لو قلت لك الاريا 36. طيب لو قلنا الاريا 36 وعايزين السايت 6 بس احنا عشان ما نحفظش ندور على تو نمبرز يدوني 36 لو عملت لهم تايمز 6. تعالوا حبايبي لو اداني الاريا 49 وعاوز الايه؟ سايت. نعمل ايه؟ ندور على تو نمبرز اعمل لهم تايمز بس يكونوا زي بعض. ها 7. الله عليك. تعالوا بقى نبص كده تاني ايه اللي تعالى بقى نقول مرة واحدة يا مستر. لو أنا بتكلم عن سكوير بتكلم عن إيه؟ سكوير. لو أنا اديتك السايد ب 2 يبقى الأريا كام؟ ها؟ 2 تايمز 2. طب لو اديتك السايد 3 يبقى جبتها منين؟ 3 تايمز 3. لو أنا اديتك السايد ب 4 وعايز الأريا 16. ليه؟ عشان 4 سايد تايم سايد. لكن انا لو اديتك الاريا 25 وعايز السايد بتدور على تو نمبرز يكونوا سيميلر واعمل لهم تايمز يدوني 25. حبايبي جريد 4 فيرست تيرم 2020 احنا شغالين في الفيرست تيرم اللي هو مش عاوز يخلص. ليه مش عارف؟ عندنا دروس جميله بس دروس طويله. يا ريت نتعود نذاكر اول باول. أنا دلوقتي قلت لك على حاجة اسمها سكوير، يعني ده دروس في الجيومتري هنكبر ونقول عليها جيومتري. ليه بدأت بالسكوير؟ السكوير ده راجل شيك قوي. يعني إيه؟ يعني السكوير كلنا عارفينه إنه عامل الشكل اللي أنا رسمته ده. مش كده؟ وكمان لما نقول سكوير لو سألت أي حد في الشارع سكوير بالعربي اسمه مربع. طب احنا لو سالنا اي حد على حاجه مربع يقول لك ايه؟ طولها زي عرضها. شوف بالعربي الناس اللي ما بياخدوش مخ لو قلت له حاجه متربعه يقول لك ايه؟ طولها زي عرضها. احنا بقى عندنا السكوير نقول كده all sides are equal. يبقى sides are equal. بص بقى يا عم لما اقول لك السايد لينث 8 يعني ده والراجل ده كمان والسايد ده والسايد ده يبقى السكوير بنتعلم ان هو all sides are equal. طب انت عاوز ايه يا مستر؟ تعال نشوف. يبقى انا الاول اهو هل انا كل مره ارسم مش تخسر حاجه. بص بقى انا عاوز ايه؟ قال لي انا عاوز الاريا. عاوز فانا عندي الفورمولا عندي الرول عندي القانون بتاع الاريا. ناخد بالنا هنا الرول بتقول ايه؟ بص يا حبيبي الاريا بتاعت مين؟ سكوير. بص كده عباره عن ها اس تايم اس. انا مش عارف يعني ايه اس. ها يبقى سايد تايم سايد عباره عن ايه؟ سايد تايم سايد. ستوب يا مستر ودي اسمها ايه؟ اريا مش اريا. اريا اريا مش اريا. سايد تايم سايد. تروح بقى تسأل نفسك أنا عاوز الأريا السايد بتاعي بكام؟ 8. يبقى أنا هاجي أقول إيه؟ ها؟ 8 تايمز 8. آدي ده اللي أنا عاوزك تتعلمه. حبايبي تعالى أفكركم 8 تايمز 8 نعملها إزاي؟ بص حبيبي شايف الهاند دي؟ ده 6 7 8 9 تاني ها 6 7 8 9. طب ما الهند التاني زيه يبقى ده 6 7 8 9. انا عايز 8 تايمز 8 هروح هنا واعمل فولد هاتني ال 6
والسيفن والايت. نروح الايد التانية. ها هنعمل ايه؟ فور سكس سيفن وايت. الاثنين دول الفينجرز اللي ما اتعملت لهمش فور المفرودين اعمل لهم تايمز 2 تايمز 2 4. يبقى ده اليونتس الوانس بقى كام؟ 4. واللي انا عملت لهم 4 اقربهم واعمل بلس اعمل كاونت اعدهم 1 2 3 4 5 6. فبقى عندي هنا ده المتني ده الفور 60 عشان ده التنس 64. يبقى 8 تايمز 8 ايكوال 64. وكل مره هراجع معاك حاجه. استنى بقى، دي اسمها اليونت، يا اما اكتبها كده سنتيمتر سكوير او القاها كده سكوير سنتيمتر. وادي الانسر، وعايزك تتعود تبص كويس للانسر. تعالوا حبايبي كده نشوف انذر اكزامبل، برضو بنتكلم عن السكوير بس المره دي هو مديني السايد 8 بس عاوز البارامتر. عاوز، فانا عندي رول للبارامتر بتاع السكوير. الرول بتقول ايه؟ بتقول ان البارامتر ايكوال هاخد السايد اعمله تايمز. ليه؟ اقول عشان انا اديتك حاجه اسمها، لو طلبت منك بارامتر باخد الاوت بوردر، يعني اخد السايد ده بلس السايد ده بلس السايد ده بلس السايد ده. وبدل ما هقول سايد بلس سايد بلس سايد، يبقى انا عندي 4 سايد، فهقول سايد تايمز 4. يلا يا مستر السايد بتاعي بكام؟ 8. يبقى انا هاجي اقول له ايه؟ ها 8 تايمز 4. شكرا يا مستر، واجيب الانسر وخلصت مسالتي. يبقى انا عندي دلوقتي اديتك تو رولز، واحد عايز الاريا سايد تايم سايد، الثاني عايز البارامتر سايد تايمز 4. توقف حبيبي وانت بتتفرج وتعلي صوتك وتراجع الرولز عشان ده درس مهم. تعالوا نشوف حاجه ثانيه. تعالوا كده نشوف الراجل ده بيقول لي الفاليو بتاع الديجيت 7 في ال 10,000. انا مش عارف. طب تعالى نشوف التشوز. لو انت ما عرفتش خلي نفسك اللي تشوز تساعدك. هل ال 7 هنا في ال 10,000؟ استنى يا مستر انا نسيت، فكرني. 1 2 3 كوما 1 2 3 بس انا مش عايز، لان انت قلت لي في ال 1000. ادي عيلة خالته ساوسن. مين في عيلة خالته ساوسن في ال 10,000؟ ده 1000 يبقى هنا، يبقى مين تاني يا مستر؟ انت بتقول لي الفاليو بتاع ال 7 في ال 10,000. انا نسيت ابص افكر نفسي. مستر اسامه علمني لو انا عايز اعرف اي حاجه فاليو بليس فاليو ابتدي 1 2 3 كوما 1 2 3 عيلة خالته سوسن هنا وانس تنس هونجري، هنا برضو وانس تنس بس ده في عيلة مين؟ خالته سوسن. وهو عايز ال 10,000، يبقى لازم ال 7 تبقى فين؟ هنا. طب والديجيتس دول كلهم يبقوا ايه؟ شكرا. الله، هو انا اعرف احل؟ ايوه. يا ترى ده موجود في التشوز؟ ايوه يا مستر، ده الصح وده اللي عايز يفكر من غير ما يغلط. طب تعالوا كده ننزل عشان ما كانتش طالعه كويس. بص تاني حبيبي، ال 7 كنا بنقول في ال 10,000. طب لو قلت لك في ال 1000 بس، تقول لي استنى انا اتعلمت خلاص. وانس تنس هندرد هنا ايه؟ 1000. يبقى ال 7 هكتبها في بيت ال 1000 وقول ديجيتس في الرايت. ادي يا مستر، وهيبقى دي تبقى الانسر بتاعك. اتعود تغير. طب معلش يا مستر، بدل 1000 قلت لك 100، تقول لي برضه 1 2 3 ادي ال 100. يبقى اكتب ال 7 هنا والديجيتس دول، يبقى ادي يا مستر ال 100. هو ده حبيبي طريقه الحل، انك تقعد تكرر وتغير في السؤال. انت راجل بتفهم مش بتحفظ. مكملين في درس الريكتانجل، ولما يسالني عن
اريا وده اسمه ريكتانجل، وده الفورم بتاعه، الشيب بتاعه، الفيجر بتاعه، الرسمه بتاعته. فالراجل الجميل بيقول لي لما اسالك عن الاريا اوف ريكتانجل تقول لي لينث تايمز ويث. طب امال انت عامل ده ليه؟ ده حبيبي علشان لو انا قلت لك انا عاوز اللينث، يعني اديتك الاريا واديتك الويث، عايز اللينث، فتقول لي اللينث يبقى الاريا اعمل لها ديفايد الويث. طب لو عاوز الويث اداري الويث، ايه اللي اتبقى؟ اريا ديفايد اللينث. لازم حبيبي تدرب نفسك وتقول لازم يا بابا اتعب شويه، انت عندك دروس كتيره بس ما هيش صعبه. طب تعالى بقى يا مستر، مش انت كنت عامل لي ريكتانجل بتقول لي اللينث 6 والويث 3؟ لو انا عاوز الاريا هقول له ايه؟ 6 تايمز 3. ادي يا بابا المساله، وتبقى مساله جميله ايكوال 18، واقول له ايه؟ سنتيمتر سكوير او سكوير سنتيمتر. حبايبي اتعلموا. طب تعالى نعكس الكلام، يعني ايه نعكس الكلام يا مستر؟ تعالوا حبايبي نشوف الراجل ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ريكتانجل والاريا 18. اول ما اقول لك حبيبي الاريا بتاع الريكتانجل تروح جاي تعمل في درافت الماجيك تريانجل، ادي اريا وادي لينث تايمز ويدث. ليه يا مستر؟ تعالى بس اقول لك، هو بيقول لي اللينث 6 يبقى اجي عند اللينث واحط 6، وهو بيقول لي الاريا 18 انا عاوز الويدث، فعشان كده الماجيك تريانجل ده هيريحك، فيبقى الويدث ناخد اب ديفايد داون، يبقى ناخد ايه؟ ها؟ اريا ديفايد لينث، يبقى ال 18 ديفايد 6. تاني يا مستر ابراهيم، هو بيقول لي كلمة ايه؟ شكرا. ومديني ايه؟ اريا. أول ما يديني الاريا أعمل للراجل ده اللي هو اسمه ماجيك تريانجل. ادي اريا وده اللينث تايمز ويدث. ليه يا مستر؟ اقول له علشان هشوف بقى مين معايا ومين ميسنج. هو بيقول لي الاريا 18، رحت جاي عند الاريا كتبت 18، بيقول لي اللينث 6 عملت عنده 6، مين الميسنج؟ ويدث، يبقى هعمل ديفايد اب ديفايد داون، يبقى 18 ديفايد 6، اروح تيبل 6 يا 6 اعمل تايمز كام عشان تديني 18؟ 3 سنتيمتر. اتعود ازاي تحل، قرر معايا الاريا، ستوب اعمل الماجيك تريانجل. طب انت مديني ايه؟ يديك الاريا كاتب عندها، مديني اللينث اكتب عندها، عندي حاجه اب وحاجه داون، هعمل ديفايد. وكرر حبيبي درس البارامتر بتاع السكوير والريكتانجل مهم، كمان الاريا بتاعه هما الاثنين مهمين.